السلام عليكم. وصلنا تقريبا إلى المهارة قبل الأخيرة من المهارات علوم البيانات وهي Cloud Computing Skills. نذكر دائما طبعا أنه فقط الغرض أنه نفتح الباب في كل واحدة من هذه السكيلز بحيث أن يكون عندك بيسك عام بحيث في المستقبل تقدر تتوسع تبحث في النت تحضر كورس معين عبر النت إلى المهارة رقم 8 هي Cloud Computing. أولا طبعا Cloud Computing هي علم، هذا العلم طبعا في عديد من التفرعات، يعني معظم الشركات أنا عندها شهادة دولية بل أكثر من شهادة دولية، يعني على سبيل المثال مايكروسوفت إيجر في هذا المجال. هذا المجال هو أصلا مش لغرض الـ AI بل أجى الـ AI أو جماعة علوم البيانات عشان يستفيدوا من هذا المجال. كلاود كومبيوتينج ببساطة عبارة عن سيرفرات، هذه السيرفرات بمواصفات عالية تستخدم مبدأ الفيرتشواليزيشن في معالجة البيانات، فبتكون فيها مواصفات عالية جدا. طيب اللي يهمنا الآن احنا جماعة الديت ساينس احنا ايش مستفيدين من الكلاود كومبيوتينج من هذه السيرفرات؟ في الديب ليرنينج احيانا بيكون عندي الموديل في كمية بيانات ضخمة، واحيانا هذه البيانات ما تكون بيانات نصية، احيانا تكون صور، احيانا تكون مقاطع فيديو، فعملية التدريب تاخذ وقت. يعني على سبيل المثال نموذج مثل انه بس حابب اميز انه هذه الصوره كات اور دوغ، قطه او كلب، وعندي 10,000 صوره، بس 10,000 صوره. هذه ال 10,000 صوره لو حاب ادربها 100 مره في جهاز كور اي 7 رام 16 جيجا هارد ديسك اس اس دي يمكن ياخذ اكثر من 12 ساعه هذه العمليه في جهاز بهذه المواصفات انا اتكلم. فبالتالي الشركات اللي عندها ملايين الصور بتكون ماساه بالنسبه لها عمليه التريننج. فبدأت تفكر انه طيب ننتقل لأجهزة بمواصفات عالية جدا سيرفرات، لكن صعب كمان انه كل شركة حابة تدخل هذا المجال او تبني موديل او حتى طلبة ماجستير او الباحثين انه لازم نوفر لهم نشتري سيرفرات. فبدأت تفكر من الاستفادة او من تأجير بعض خدمات اللي موجودة على الكلاود، انه انا ابني الموديل بس عملية التريننج للموديل أنا ممكن أنفذ هذه العملية على السيرفر، عملية ترين بحيث أنها تكون عملية تدريب سريعة. وبالتالي في الغالب جماعة الديتا ساينس بيستفيدوا من الكلاود كومبيوتينج، في الغالب أتكلم على جماعة الديتا ساينس، الكلاود كومبيوتينج مجال كبير ومش مخصص فقط للديتا ساينس، لكن جماعة الديتا ساينس في الغالب بيحتاجوا لغرضين. الغرض الأول تدريب المودلز، الغرض الثاني الاستفادة من بعض البري Trained models. معظم شركات الكلاود بنت مجموعة من المودلز ودربت هذه المودل وصارت هذه المودل جاهزة للاستخدام. يعني على سبيل المثال أنت لو حابب تبني face detection كيف تميز الوجه، إذا حابب تبني face detection لغرض التعلم أوكي ما في مشكلة، لكن إذا كان الغرض أنك تنفذ فعلا هذه العملية بصراحة لتبنيها from scratch، ليش نعمل العملية هذه من الصفر؟ مايكروسوفت النموذج بتاعها مدرب على 2 مليون faces، 2 مليون فيس والاكيورسي عالي جدا، ممكن استخدم واحد من هذه الموديل الجاهزه للغرض الخاص فيها. وطبعا بعض الموديل تقبل ترانسفير ليرنينج، كمان ترانسفير ليرنينج بمعنى انه اقدر ابني التدريب مش من الصفر انما ابني من مرحله معينه. على العموم في هذا الفيديو بحاول انه نستخدم واحد من السيرفرات الشهيره في الكلاود اللي هو مايكروسوفت ازور. طبعا في عندنا امازون، اي دبليو اس، جوجل، في اي بي ام، لكن لغرض موضوعنا بنستخدم مايكروسوفت ايجر. في هذا الفيديو فقط حاب اوضح شغله واحده، كيف اقدر ابني فيرتشوال داتا ساينس ماشين او فيرتشوال ماشين فور داتا ساينس على الكلاود كومبيوتنج باستخدام مايكروسوفت ايجر. طبعا هل هذه العمليات فري؟ للاسف لا، طبعا انت لازم تكون دافع قيمه هذه الخدمه. فعلى سبيل المثال هذا هو الموقع portal.azure.com. اول ما تدخل طبعا بيسالك انه تدخل اليوزر نيم والباسورد. عشان الان انشئ فيرتشوال ماشين فور داتا ساينس بمعنى كمبيوتر استخدمه لغرض الداتا ساينس، ممكن اضغط كرييت ريسورس، في خيارات كثيره، واحد من هذه الخيارات اللي هو داتا ساينس، اوكي مثلا فيرتشوال ماشين، شايفين في خيارات كثيره جدا. ف داتا ساينس فيرتشوال ماشين، لاحظوا انه ممكن
تستخدم لينكس، ممكن تستخدم ويندوز، فعلى سبيل المثال لو استخدمت ويندوز. اوكي، وبالنسبه للمواصفات طبعا كل ما زادت المواصفات كل ما كان السعر اكثر. ف خلينا نبدا طبعا start with preset configuration، او ان انت حابب مثلا تبني كل شيء from scratch. اوكي، فمثلا start with pre continue، طبعا هو بيعطيك هذه المواصفات continue to create. الان نوع الاشتراك و resource group. resource group ببساطه انه كل الخدمات اللي انت بتستخدمها في الكلاود الخاص بمايكروسوفت ايجر تتجمع جوا شيء يسمى الريسورس جروب. يعني على سبيل المثال انا عندي بنك عنده فرع في عمان مثلا وفرع مثلا في القاهره، فحابب انه مثلا اعرف كميه الاستخدام لكل فرع، فممكن اعمل تو ريسورس جروب لانه اقدر اعالج كل عمليه بشكل مستقل. انا الان ما عندي اي ريسورس جروب، فممكن اعمل كرييت نيو اسميه مثلا اذن اي تي ويكلي ار جي ريسورس جروب مثلا. اوكي، طبعا اسم للفيرتشوال ماشين ممكن اعطيه اي اسم، اذن اي تي ويكلي في ام فيرتشوال ماشين. اوكي، طبعا بالنسبه لليوزر نيم والباسورد ممكن نحط يوزر نيم باسورد مثلا اذن اي تي ويكلي. بالنسبه لليوزر نيم باسورد اي شيء وهمي مثلا اذن ات 2022 2023. اوكي، ونضغط على ريفيو. طبعا بياخذ طبعا شويه وقت عشان يعمل كرييت لهذا الجهاز، في الغالب طبعا قد يحتاج بعض الوقت. نضغط كرييت الان كconfirm. فمثل ما ملاحظين يبدا عمليه طبعا الكرييشن والديبلويمنت لهذه العمليه. فكميه الوقت المستغرق بصراحه بتعتمد على المواصفات والسرعه وخط النت والى اخره. بعد ما يصير جاهز بيتكون عندك ملف اللي بيسمح لك انك تعمل كونكت مباشره. طبعا في اكثر من طريقه، بس باعتبار انه السيرفر ويندوز فممكن نستخدم الريموت ديسكتوب المشهور في الويندوز. بيعطيك ملف تعمل داونلود لهذا الملف، تستخدمه مباشره بالويندوز عشان يعمل اكسس مباشره على السيرفر. فانت الان بيكون عندك جهاز ويندوز، لكن هذا الويندوز عن بعد انت بتستخدمه. تحط الداتا بتاعتك، تعمل تريننج، تكتب كود، تجرب، لكن يكون طبعا بمواصفات عاليه بسرعه اكبر الى اخره. فهذا طبعا فقط كانت او كان فيديو بسيط يوضح كيف ممكن تنشئ جهاز على الكلاود سيرفر الخاص بمايكروسوفت لغرض الداتا ساينس. طبعا زي ما انتم شايفين هذه اجهزه مصممه للداتا ساينس وفيها كل التولز، حتى ان اسمها داتا ساينس فيرتشوال ماشين. مجرد ما تكون جاهزه تحط البيانات، تبدا عمليه التريننج الى اخره. ان شاء الله احنا في الاسبوع القادم ممكن نشوف الجزء الثاني واللي هو طيب هل ممكن الان كمان استفيد من بعض الخدمات اللي بتقدمها مايكروسوفت ايجر مثلا باعتبار انه كلاود، بعض الخدمات البري تريند موديل باعتبار انه مايكروسوفت طبعا برضه في عندهم خدمات كامله للاي اي بيسموها الكوجنيتيف سيرفيسز. فهل ممكن استفيد من هذه الكوجنيتيف سيرفيسز واعمل لها كول من كود البايثون مثلا زي فيس ديدكشن او ترانزليشن او غيرها من الخدمات؟ هذا ان شاء الله نشوفها في الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.